صبح عليكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نروح نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على إيه آخر أسعار الذهب وأسعار العملات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير عليكي باسانتو، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. تعالوا دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24 جنيه و62 قرش، والشراء 24 جنيه و54 قرش. اليورو سعر البيع فيه 25.71، والشراء 25.62. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.97، والشراء 29.86. فرنك سويسري سعر البيع فيه 26.4، والشراء 25.94. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.47، والشراء 3.46. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.55، والشراء 6.52. دينار كويتي سعر البيع فيه 80.20 قرش، والشراء 79.91. والدرهم الإماراتي أخيرا سعر البيع فيه 6.70، والشراء 6.68. نتابع دلوقتي متوسط أسعار الذهب. نبدأ بعيار 18، سعر السوق النهاردة 1389 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1620 جنيه للجرام، عيار 24 1851 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق النهاردة 12960 جنيه. ودلوقتي نرجع مرة تانية لباسانتو مصطفى، نبتدي معاهم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا شكرا يا نبيل.